السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم يا غندة. السلام عليكم فلوس. إذا ننتظر بعض الثواني لحد أن يلتحقوا بنا زملائكم وزميلاتكم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم سوف نكون مع بعض في هذا اللقاء الحي السابع لمقرر نظم المعلومات الإدارية دار 433 مستوى تاب في دار قاعدة. نعم يا بندر. نعم يا بندر. إذا كنا تحدثنا الأسبوع الماضي وصلنا لحد الفصل الرابع والمحاضرة أوكي خلاص إن شاء الله بدأنا توحيد. إذا جزاك الله خيرا. إذا كنا تحدثنا الأسبوع الماضي وتحدثنا عن الفصل الرابع بداية المحاضرة المرئية 11. كنا سنتحدث إن شاء الله عن نظم الإرشاد الإداري في المستوى الإداري والاستراتيجي. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن خطوات عملية اتخاذ القرار، أيضا عن أنواع نظام دعم القرار والتطبيقات في الشركات الرقمية، وظائف نظام دعم القرار، وأيضا سنتحدث عن نظم دعم القرار الجماعي والذكاء الاصطناعي ونظم الخبيرة. يعني هذا بصفة عامة إن شاء الله المواضيع التي سوف يعني نحاول أن نتحدث عنها اليوم في هذا اللقاء الحي السابع. إذا قلنا بالنسبة لخطوات عملية اتخاذ القرار، إذا إن أردنا فهم عملية اتخاذ القرار هو شيء أساسي لمعرفة الكيفية التي يمكن أن تدعم بها نظم معلومات عملية اتخاذ القرار بطريقة أو بأخرى. بطبيعة الحال لكي نصل لاتخاذ القرار هناك خطوات لازم نمر بها، فهناك ثلاث خطوات كبرى، والخطوة الأولى وهي إيجاد المشكلة، ثم الخطوة الثانية وهي حل المشكلة، والخطوة الأخيرة وهي النتائج. إذا لو ناخذ كل خطوة لحالها، بالنسبة للخطوة الأولى وهي إيجاد المشكلة، أهمية جدا هذه الخطوات والعناصر حقها أهمية جدا. إذا بالنسبة لإيجاد المشكلة يمثل تحديد المشكلة العملية التي توصل إلى صياغة المشكلة، والتي من خلالها تسعى المنظمة لحلها. إذا إن أردنا نحدد المشكلة تعتبر تحديد المشكلة هو المفتاح الرئيسي لزيادة فاعلية اتخاذ القرار. بطبيعة الحال تتضمن تحديد المشكلة مسح البيئة الداخلية والخارجية. لما نقول مسح البيئة الداخلية والخارجية يعني كل ما يهم، يعني كل ما يحدث داخل المنشأة، وأيضا كل ما يهم يعني البيئة الخارجية للمنشأة. وتحديد المشكلة التي نرغب بحلها، وبعد أن يتم تحديد المشكلة نبدأ بالبحث عن حلها. إذا هذه بالنسبة للخطوة الأولى، وهي قلنا إيجاد المشكلة. بطبيعة الحال هنا لازم يكون عندنا يعني هناك عنصرين أساسيين فيها في تحديد إيجاد المشكلة، وهي تحديد مسح البيئة الداخلية والخارجية. الخطوة الثانية والتي نمر بها وهي عملية حل المشكلة. هنا بطبيعة الحال يعني لما نقول حل المشكلة يعني سوف نجزأ الحل لدي إلى أربع مراحل هامة جدا. هذه المراحل يعني المرحلة الأولى وهي مرحلة استخبارات الأعمال، المرحلة الثانية وهي مرحلة التصميم، المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاختيار، والمرحلة الرابعة وهي مرحلة التنفيذ. إذا هذه المراحل الرابعة هامة جدا جدا ولازم أنكم تنتبهوا إليها. إذا المرحلة الأولى قلنا مرحلة الاستخبارات، هذا ما زلنا في الخطوة الثانية وهي حل المشكلة. ماذا سنفعل هنا؟ بطبيعة الحال تتضمن هذه المرحلة
جمع وتحليل البيانات المرتبطة بالمشكلة المحددة، وتكمن التحديات هنا الرئيسية إن أردنا في مرحلة فهم استخبارات الأعمال في الحصول على بيانات كاملة ودقيقة واستنتاج ما هي البيانات الدالة على القرارات الحاصلة. إذا المرحلة هذه ماذا نفعل فيها؟ نجمع ونحلل البيانات حول المشكلة. المرحلة الثانية دائما في خطة الحل المشكلة وهي مرحلة التصميم. إذا في هذه المرحلة تتضمن ثلاث عناصر أساسية. إذا المرحلة الأولى وهي مرحلة دراسة إن أردنا أو تحديد المعايير ثم تحديد البدائل وتقييم المخرجات. يعني هذه هي مرحلة التصميم إن أردنا، يعني في هذه المرحلة تتضمن دراسة نظمية للمشكلة، فنؤمن البدائل، نقيم المخرجات، وهنا بطبيعة الحال وجب السيطرة على المشكلة وتأمين البدائل الحقيقية وتطوير البدائل وإيجاد منافذ مناسبة في تنظيم هذه النتائج. إذا قمنا في المرحلة الثانية وهي مرحلة التصميم، هنا سوف نحدد فيها المعايير، نحدد فيها البدائل، ونقيم المخرجات. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاختيار بطبيعة الحال هام جدا وننتبه ماذا سنفعل هنا في مرحلة الاختيار. سوف نختار البديل الأفضل. شفت في مرحلة التصميم حددنا البدائل، في مرحلة الاختيار وبطبيعة الحال في دائما في مرحلة التصميم أيضا قيمنا المخرجات من خلال المعايير التي حددناها، وبطبيعة الحال من هنا سوف يكون اختيار البديل الأفضل، تكون في عملية الاختيار مرحلة الاختيار. المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة التنفيذ. هنا بطبيعة الحال سوف ننفذ التخطيط وسوف تقع عملية التقييم. الخطوة الأخيرة في خطوات عملية اتخاذ القرار وهي النتائج. هنا ستكون بطبيعة الحال نتيجة إما بنزاع نتائج التنفيذ في حل المشكلة الأصلية أو الفشل، والذي سيعيدنا مرة أخرى بطبيعة الحال إلى المراحل السابقة والعودة إلى مراحل حل المشكلة من جديد. علما بطبيعة الحال أن نظام دعم القرارات يقدم عدة نماذج تساعد في معالجة التنفيذ. إذا هذه بالنسبة إلينا قلنا بالنسبة لخطوات عملية اتخاذ القرار فيها ثلاث خطوات أساسية، ويعني كل خطوة نجد فيها بطبيعة الحال مراحل هامة، خاصة في مراحل حل المشكلة تحدثنا عن أربع مراحل: مرحلة الاستخبارات والعناصر المكونة لها، مرحلة التصميم، مرحلة الاختيار، ومرحلة التبني. إذا قلنا بالنسبة للأنواع المختلفة، لنظام الإسناد الإداري، تحدثنا عن نظام دعم القرار. إذا التفكير قلنا نظام دعم القرار هو مجموعة متكاملة، هذا تفكير سريع يعني تحدثنا ما هو نظام دعم القرار، قلنا إذا هو مجموعة متكاملة من البرمجيات والحزم الجاهزة والنماذج أدوات المعالجة والتي تتفاعل مع البيانات والمعلومات لتقديم الحلول المقترحة. أيضا يمكنها دمج هنا بطبيعة الحال عدة نماذج لتكوين نموذج متكامل وتقديم برامج إدارة وإنتاج حوار الذي يسمح هذا الحوار لإصانع القرار بالتفاعل مع النظام والتخاطب المباشر معه، بينما القرار النهائي بطبيعة الحال عملية التفاعل ما بين النظام وما بين المستعمل أو المستخدم إن أردنا أو المدير الذي يتخاطب مع هذا النظام أو متخذ القرار، يرجع دائما اتخاذ القرار النهائي يرجع إلى المدير أو متخذ القرار وليس إلى النظام. لهذا السبب سمي نظام دعم قرار وليس نظام قرار. بطبيعة الحال هذا النظام يفيد في صنع القرارات الشبه المهيكلة والغير المهيكلة. الشبه والغير المهيكلة. إذا ما هي الأنواع إن أردنا أنواع نظام دعم القرار؟ إذا يوجد نوعين أساسيين من أنواع نظام دعم القرار. ما هما؟ يوجد نوعين أساسيين من نظام دعم القرار. إذا النظام الأول، النوع الأول إن أردنا وهو نظام دعم القرار موجه بالنماذج. بينما أوكي ممتاز يا أشواق، ممتاز يا دال،
بس اذا هناك نظام دعم قرار موجه بالنماذج وهناك نظام دعم قرار موجه بالبيانات. هامين جدا هذوما الانواع انتبهوا جيدا هامين جدا اكد عليها. اذا بالنسبه لنظام دعم قرار موجه بالنماذج هو نظام اذا انفرد في المقام الاول باستخدام بعض انواع النماذج اذا فهو سوف يعتمد على النماذج لاعداد تحليل لعبه ماذا لو سيستم واتس مثلا ماذا لو فعلنا كذا كذا اذا سوف يعطينا بدائل المخرجات. اذا وذلك لاعداد تحليل لعبه ماذا لو سيستم واتس وهي استخدام نموذج رياضي هنا هم جدا. اذا نستعمل ما هو انواع النماذج التي نستعملها لنا خاصه يستعمل او يستخدم نموذج رياضي لانجاز عمليه متكرره. هذه العملية تكون متكررة، الهدف منه هو محاولة إيجاد بدائل مخرجات قرار وأنواع أخرى من التحليلات، خاصة هنا عندما تكون الأقسام تحت رقابة نظام معلومات مركزي مثل مثلا شركات الطيران. نعرف أنه بالنسبة لشركات الطيران لما نذهب لأي شركة ما طيار سعودي إيرلاين إلى آخره بطبيعة الحال لما نطلب اي حجز ما فسوف يرفع بامكانه الدخول على من خلال النظام بتاعه على بطبيعه الحال جميع الرحلات الموجوده عالميا ويعني صينيا وداخليا الى اخره. اذا فنحن نتحدث على يعني نظام معلوماتي المركزي هنا بطبيعه الحال الذي ينظم هذه الرحلات ويمكن ان يسدي لنا الخدمات اللازمه مثلا للحصول على المقاعد بالنسبه للطيران. اذا هذا فيما يخص نظام دعم القرار الموجه في النماذج. اذا هام جدا هنا قلنا ونعيد اذا هو نظام انفرد في المقام الاول من خلال استخدامه لبعض انواع النماذج يعني من خلال تحليل لعبه ماذا لو. من اهم النماذج الذي يستخدمه او النموذج الذي يستخدمه وهو نموذج رياضي الهدف منه بطبيعه الحال هو انجاز عمليات متكرره لمحاوله انجاز اداء مخرجات قراريه. هذا بالنسبه للنوع الاول من نظام دعم القرار وهو نظام دعم القرار موجه بالنماذج. بالنسبه للنظام الثاني وهو نظام دعم القرار موجه بالبيانات بطبيعه الحال فهمنا انه هم خلينا نقول اهم مكونين يعني نظام دعم القرار. قلنا من مكونات نظام دعم القرار قاعده بيانات قاعده نماذج وايضا نظام حوار او اداره حوار. اذا بالنسبه للنوع الثاني من النظم نظم دعم القرار وهي نظم دعم القرار موجه بالبيانات. بطبيعه الحال هذا النظام يدعم عمليه اتخاذ القرار بالسماح للمستخدمين بعمليه الاستقصاء تحليل المعلومات المفيده التي تكون مخزنه في قاعده بيانات ضخمه. غالبا هنا ما تجمع يعني بطبيعه الحال نظم معالجه المعاملات البيانات والمعلومات من قواعد بيانات ووحدات خزن لهذا الغرض. هنا ايضا يمكن المعالجه يعني ان خلينا نقول طريقتين او ان اردنا يعني البرمجيتين التي يمكن ان تساعد في عمليه يعني خلينا نقول عملية الاستقصاء أو عملية تحليل المعلومات وهي خاصة المعالجة التحليلية الفورية والتنقيب عن البيانات. التنقيب عن البيانات يعني ما معنى التنقيب عن البيانات؟ داتا ماينين معروفة جدا خاصة بالنسبة للتنقيب عن البيانات يعني هي أدوات إن أردنا هذا بالنسبة للداتا ماينين يعمل على تحليل كمية مجمعة من البيانات الهدف منه هو إيجاد علاقات بين بيانات غير معروفة للمستخدم وايجاد نماذج وقواعد تستخدم كدليل لاتخاذ قرار التنبؤ بالسلوك المستقبلي. شفتوا لهنا يعني هذه بالنسبه للتنقيب عن البيانات والعديد من الشركات العالميه اعتمدت على هذه البرمجيات ومكنت الشركات من حلول تسويقيه، حلول اداريه، حلول ماليه الى اخره من خلال الداتا ماينينج. وهذا بطبيعه الحال نوع من انواع نظام دعم القرار الذي بطبيعه الحال يكون موجه بالبيانات. واضحه الفكره يا شباب؟ واضح ان شاء الله؟ ممتاز جدا اذا قلنا من انواع نظام دعم القرار تحدثنا عن نظام دعم القرار الموجه بالنماذج ونظام دعم القرار الموجه بالبيانات. اذا يعني
بالنسبة الحين لا ننسى أن المكونات هي تغير في طبيعة الحال. مكونات نظام دعم القرار تحدثنا عنها، قلنا هي قاعدة نماذج وقاعدة بيانات ونظام إدارة الحوار، يعني هذه المكونات نظام دعم القرار. بالنسبة لتطبيقات نظام دعم القرار الشركات الرقمية، يعني من تطبيقات نظام دعم القرار الشركات الرقمية يمكن أن نتحدث هام جدا هنا، يعني من تطبيقات نظام دعم القرار الشركات الرقمية نجد إدارة تسير الختيمة في الإدارة، أو أيضا إدارة العلاقات المستهلكين أو إدارة العلاقة مع العملاء اللي نتحدث عليها أكثر، CRM أو Customer Relationship Management، يعني هام جدا هنا من تطبيقات نظام دعم القرار الشركات الرقمية إدارة علاقات المستهلكين جيدا هنا، ونظم المعلومات الجغرافية أيضا. إذا إدارة تسير الختيمة في الإدارة، إدارة علاقات مع المستهلكين ونظم المعلومات الجغرافية، هم جدا هذوما بالنسبة لتطبيقات نظام دعم القرار في الشركات الرقمية. ما هي وظائف نظام دعم القرار؟ العديد من الوظائف، العديد من الوظائف التي يقوم بها يعني نظام دعم القرار. من بين هذه الوظائف يعني بصفة سريعة سنتحدث عن بناء النماذج ممتازة أشواك، سنتحدث عن التخاطب مع النظام، تعرفوا أنه هناك إدارة حوار يعني من خلال لغات يعني واضحة، لغات إجرائية، لغات يعني إجرائية إلى آخره، والافتراضات ذات القيمة المتزايدة اللي تحدثنا عنها اللي هي عن طريق في طبيعة الحال ماذا لو سيستم، ماذا لو، ماذا لو فعلنا كذا إذا سوف يعطينا بديل، أول يمكن أن راجع ماذا لو فعلنا شيء ثاني يعطينا بديل ثاني إلى آخره. أيضا نتحدث عن التردد المستعار، نتحدث أيضا عن تحليل الخطر، هذا جدا هنا من وظائف نظام دعم القرار تحليل الخطر، يعني هنا سهولة هنا نظام دعم القرار يوفر تقديرات الاحتمالات المستقبلية، يعني هام جدا لنا بالنسبة لتحليل الخطر، يعني فهو يعني يحدد أو يوفر تقديرات الاحتمالات المستقبلية، فهو يجيب إن أردنا على تساؤل احتمالية وصول الربح مثلا يمكن أن يجيب عن احتمالية وصول الربح إلى مستوى معين. لهنا بطبيعة الحال يمكن أن نحصل على معلومات لازمة باستعمال المحاكاة simulation في الدنيا، يعني إذا من وظائف نظام دعم القرار أيضا تحليل الخطر، أيضا نجد فيها مثلا تحليل الإحصائي، الوظائف المالية، الأشكال البيانية، قدرات الأجهزة، قواعد بيانات والملفات الخارجية، يعني هي إن أردنا من أهم وظائف نظام دعم القرار، أكدنا كثير على تحليل الخطر. وإن أردتم أن أعطيكم فكرة على أي وظيفة من هذه الوظائف ما عندي ولا مشكلة، كنت فسرت لكم مثلا تحليل الخطر، حاب أفسر لكم التردد المستعار أو التحليل الإحصائي ما عندي مشكلة. واضحة الفكرة؟ هل فيها أي سؤال؟ ممتاز. بالله يا شباب لو في أي سؤال أنا أعلم لك، لو في أي استفسار أو ملاحظة تفضل، فالمجال مفتوح لكم. جزاكم الله خير. إذا تحدثنا عن نظام دعم القرار، نعرف أن نظام دعم القرار يدعم خاصة شخص بحيث أو مدير أو شخص مسؤول أو مجموعة صغيرة جدا جدا جدا، يعني إن أردنا دائما يعني يكون مفردة في اتخاذ بعض القرارات أو البحث عن بدائل لحلول المشكلات. الشركات ايضا كانت تبحث على نظام ثاني، نظام هذا يمكنها من العمل الجماعي واتخاذ القرار الجماعي خاصه، من هنا ظهر نظام دعم القرار الجماعي سميه بالانجلش جروب ديسيجن سوبر سيستم. اذا نظام دعم القرار الجماعي او نظم دعم القرار الجماعي، اذا بالنسبه لنظم القرار الجماعي ظهرت هذه يعني خاصه في الثمانينات الميلاديه بعد أن تبين أن أكثر القرارات لا يمكن اتخاذها بشكل فردي. بطبيعة الحال إذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى التشاور مثلا بين مجموعة من الأشخاص ومتخذي القرارات. الاستفادة أيضا ستبحث عن أننا نستفيد من قوة المجموعة في صنع القرار. القرار يكون أفضل ويحتاج إلى تقويم وموضوعية. إذا فاشتراك المجموعة في مناقشة قرارنا هذا سوف يشجع على التفكير الإبداعي ويعمل على زيادة فاعلية كفاءة اتخاذ القرار. إذا من هنا أتى نظام دعم القرار الجماعي، وهو نظام تفاعلي
هام جدا للتعاون يعني نظام دعم القرار الجماعي هو نظام تفاعلي مبني على الحافز يدعم مجموعة من الناس إذا ليس شخص وحيد بل مجموعة من الناس يتشاركون في مهمة واحدة ويعملون مع بعض النظام كفريق ويستحدث بطبيعة الحال هذا النظام نظام دعم القرار الجماعي لحل المشاكل غير المؤيدة لحل المشاكل الغير المؤيدة حل المشاكل غير المؤيدة إذا ما يميز نظام دعم القرار الجماعي ما يميز نظام دعم القرار الجماعي هو مشاركة في قاعدة بيانات موحدة يعني بطبيعة الحال حتى ولو كنا مجموعة كبيرة فلا يمكن أن كل شخص يكون عنده قاعدة بيانات لحاله إذا ما يميز نظام دعم القرار الجماعي هو المشاركة في قاعدة بيانات موحدة يمكن الوصول إليها من قبل الفريق الذي يعمل على حل مشكلة أو مشروع معين. إذا ما هي مكونات نظام دعم القرار الجماعي؟ من مكونات نظام دعم القرار الجماعي سهل جدا يعني إن أردنا ثلاث مكونات هامة وهي الأجهزة أو الهاردوير البرمجيات أو السوفتوير والأخرى أو الأفراد البيت والعنصر البشري. إذا بالنسبة للأجهزة يعني إن أردنا جميع ممتاز جدا يا أشواق يعني ثلاث مكونات نظام دعم القرار الجماعي الأجهزة والبرمجيات والأفراد. بالنسبة للأجهزة جميع المكونات المادية التي تعمل على تقديم تسهيلات الاجتماع نفسه قاعة اجتماع مقدماتها تجهيزات إلكترونية لكل عضو في الفريق المشاركة في الاجتماع خشبة المسرح الرئيسية مزودة بأجهزة إلكترونية سمعية وبصرية حواسيب تجهيزات شبكية إلكترونية إلى آخره يعني هذا فيما يخص الأجهزة. هنا أيضا نجد أيضا مثلا البرمجية المكون الثاني لا يمكن أن يكون عندنا فقط الهاردوير بل نبحث عن السوفتوير. إذا فكل منهم برامج وتطبيقات متخصصة لتقابل احتياج المستمعين في قاعة واحدة ويمكن أن نستخدمها في الاجتماعات عبر الشبكة الإلكترونية حيث يكون المستمعون في أماكن متباعدة مثل الاستبانة الإلكترونية أدوات تحليل أصحاب المصالح إلى آخره. المكون الثالث الهام وهم الأفراد. طب من سيشتغل على هذه الأجهزة وهذه البرمجيات؟ بطبيعة الحال الأفراد أو الأشخاص. فهذوما الأفراد أو الأشخاص يتكونون من المشاركين في الاجتماع والمناقشة إضافة إلى منسق الاجتماع الرئيسي وهو يكون حلقة وصل إلكترونية بين جميع المستمعين إذا هذه مكونات دعم الجماعي. بالنسبة لي أشكال نظام دعم القرار الجماعي شفت هناك مكونات نظام دعم القرار الجماعي لكن الحين سنتكلم عن أشكال نظام دعم القرار الجماعي انتبهوا جيدا هناك إن أردنا نظام دعم القرار الجماعي تقدم لنا أربع أشكال مختلفة من التمثيلات تعتمد على حجم المجموعة ومدى تباعد الأفراد المشاركين يعني هنا سوف نقدم أربع أشكال نظام دعم القرار الجماعي تختلف من حيث حجم المجموعة ومن حيث مدى تقارب الأعضاء. إذا ما هي هذه الأربع أشكال؟ هامة جدا هذه الأشكال اللي كنت تعرفوها. الشكل الأول وهي حجرة القرار. الشكل الثاني الاجتماع المشترك، الشكل الثالث شبكة قرار المنظمة المحلية، الشكل الرابع وهي المؤتمرات وسيلة الحل. خلينا ناخذ متى نستعمل هذه الأشكال. إذا متى حجرة القرار؟ متى نستعمل حجرة القرار؟ تراك متى تستعمل حجرة القرار الجماعي؟ متى نستعمل الشكل هذا حجرة القرار؟ مجموعة صغيرة فقط يا بندر؟ مجموعة أوكي مجموعة صغيرة لكن أيضا ثانية مجموعة صغيرة وموجودين وجها بوجه ممتاز يا زاهد ممتاز جدا يا دانا يعني تكون مجموعة صغيرة وموجودين وجه لوجه يعني يمكن يكونوا مثلا مستمعين في قاعة صغيرة إذا بالنسبة إلينا من هنا يمكن أن نستعمل الشكل هذا وهو حجرة القرار إذا حجرة القرار هي حجرة مزاحمة بجميع التسهيلات الفنية والحاسوبية يجتمع فيها هنا مجموعة صغيرة من المشاركين معا في قاعة واحدة وجه لوجه وفي مركز القاعة يكون مسهل الاجتماع وهو الذي ينظم الاجتماع ويكون لكل مشارك جهاز خاص يعرف من خلاله الأفكار وتلخيص نتائج البيانات وعرضها على المشاركين.
وجه لوجه يا ابراهيم. اذا مجموعه صغيره وهذه المجموعه تكون وجه لوجه. هنا يمكن ان نستعمل الشكل هذا وهي حجره القرار. واضح. الشكل الثاني مثلا وهي شبكه قرار المناطق المحليه. ماذا نستعمل شبكه قرار المناطق المحليه؟ لما تكون المجموعه صغيره لكن لا لا يا اسوأ شبكة قرار المناطق المحلية تكون المجموعة صغيرة شبكة المناطق شبكة قرار المناطق المحلية. كويس يا أشواق انتبهوا جيدا رجاء. إذا نستعمل الشكل هذا شبكة قرار المناطق المحلية لما تكون مجموعة صغيرة والأفراد يكونون موزعين يعني يقام في مناطق عديدة. إذا هنا يمكن ان نستعمل شبكه المناطق شبكه قرار المناطق المحليه اللوكال اريا ديسيجن نتورك ان اردنا. فعندما يكون من الصعوبه بطبيعه الحال على المشاركين الاجتماع وجه لوجه يكون هنا بطبيعه الحال المشاركون موزعين في اماكن مختلفه. هنا يمكن ان يستمعوا باستخدام شبكه المناطق المحليه لان نقول لوكال اريا نتورك. فيبقى الافراد كل يبقى في مكانه ويتفاعل مع بقية المشتركين من خلال محطة عمل مع وجود حاصل مركزي تتوافر به قواعد البيانات والنماذج والبرمجيات بحيث يمكن لأي مشترك أن يرى بقية الأعضاء عن طريق الشاشة. ويوفر هذا النظام ميزة إمكانية عقد الاجتماعات مع بقاء كل مشترك في موقعه. الشكل الثالث وهي الاجتماع المشترك. اجتماع المشترك هنا هام جدا. اذا الشكل الثالث وهي الاجتماع المشترك. واذا شكل الاجتماع المشترك هنا بطبيعه الحال عندما يكون مجتمعون باعداد كبيره ولا يستطيعون استخدام حجه القرار هنا يكون عندها الاجتماع المشترك الذي يحقق الغرض. فيعني هنا لازم يكون عندنا مجموعه كبيره لكننا موجودين وجميعا يعني كنا في نفس المكان. اذا بطبيعه الحال تستفيد سوف تستفيد المجموعات الكبيره من تقنيه الاتصالات والفيديو اذا في تنفيذ الاجتماع. ايضا يعتمد بطبيعه الحال تباعد يعني هنا مسهل الاجتماع يمكن ان يكون يعني اما ان يعطي فرص متساويه للمشاركين او يعطي قرار في تحديد الماده التي توزع على الشاشه للمجموعه خاصه لانه المجموعه تكون كبيره. اذا فواجب ان نختار المواضيع التي سوف تناقش وتكون تعرض على الشاشة لرؤيتها ويقع تقسيم الوقت المتاح بين الأعضاء حسب أهمية المشاركة وظروف المشاركة. يعني هذا فيما يخص الشكل الثالث وهو الاجتماع المشترك. الشكل الرابع والأخير وهي المؤتمرات بوسيطة الحظر. إذا أنا جدا هنا الأشكال تحدثنا عنها الاجتماع المشترك أيضا. الشكل الرابع وهي المؤتمرات بوسيطة الحظر. هنا تكون المجموعة كبيرة والأفراد موزعين. يعني هنا المجموعة كبيرة وموزعة على مناطق جغرافية متباعدة. فالمكتب الافتراضي هنا يعطي رخصة مرور اتصال بين هذه المجموعات. هذه التطبيقات تعرف التطبيقات الجامعية تعرف باسم تطبيقات المؤتمرات الحاسوبية. يعني تطبيقات المؤتمرات الحاسوبية أو المؤتمرات بوسيطة الحاسوب. ويعني تتضمن هذه المؤتمرات بوسيط الحاسوب تتضمن ان اردنا ثلاث انواع من التطبيقات وهي المؤتمرات السمعيه المؤتمرات الصوتيه والمؤتمرات المرئيه. المؤتمرات السمعيه والمؤتمرات الصوتيه والمؤتمرات المرئيه. ما الفرق ما بين خاصه المؤتمرات السمعيه والصوتيه؟ بالنسبه للمؤتمرات السمعيه هذا دائما في المؤتمرات بوسيط الحاسوب. مثلا المؤتمرات السمعيه اعطيكم مثال يعني سهل جدا. هنا مثلا نحن كقسم اداره اعمال هناك قسم رجالي وقسم نسائي. القسم النسائي موجود في مدينه الملك عبد الله للطالبات. القسم الرجالي موجود في حرم بطبيعه الحال الجامعه جامعه سيناء. اذا للطلاب فمن خلال قاعه الاجتماع يكون هناك يعني نستخدم هائل ان اردنا يمكن ان يستعمل بطبيعه الحال عن طريق الصوت المباشر لكن بدون رؤيه مع عدم امكانيه رؤيه المشارك لبعضهم البعض وتكون المداخلات مباشره. وتكون المداخلات مباشره. اذا هذه المؤتمرات السمعيه نسميها.
إذن القدرة على المحادثة والتشاور تكون فيها القدرة على المحادثة والتشاور بين مجموعة من الأفراد بالتزامن رغم تواجدهم في أماكن متباعدة باستخدام الهاتف أو بعض برمجيات البريد الإلكتروني الجماعي لكن خاصة لأن الحملات ومع عدد إمكانية رؤية المشاركين لبعض الأمور. بالنسبة للمؤتمرات الصوتية، الصوتية هذا بسبب الأوديو كونفرنسنج في تيلي كونفرنسنج اللي هي المؤتمرات الصوتية والأوديو كونفرنسنج المؤتمرات الصوتية زي ما نعرف زي التلفاز أو الراديو إلى آخره هنا. يعني هي مؤتمرات تعتمد على التجهيز التلفزيوني خاص بالصوت فتتيح للمشاركين أرسال صوت واستقبال به ويمكن أن يتيح ذلك اجتماعات غير مهيكلة يمكن أن تكون غير مهيكلة بين أعضاء المتواجدين في أماكن متباعدة مع ملاحظة دائما حسب إمكانية رؤية المشاركين لبعض الأمور. أظن المؤتمرات المرئية الآن أصبحت واضحة جدا، المؤتمرات المرئية أصبحت واضحة جدا وهي كل ما يهم بطبيعة الحال يعني تكون عندها إمكانية رؤية الأشخاص لبعضهم بعض سكايبي فيديو أو العديد من البرمجيات التي تمكن الناس من التحدث والتخاطب مباشرة مع رؤية الأشخاص لبعضهم. وعلى فكرة يا شباب هذه أشكال نظام دعم القرار الجماعي. هل في أي سؤال؟ إذا بالنسبة للحين بالذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة، الذكاء الاصطناعي النظام كنا تحدثنا أيضا عن نظام دعم المديرين التنفيذيين تحدثنا عنها سابقا حيث سوف نتحدث في آخر نقطة بالنسبة لنظم الإنتاج الإداري وهي أن كل ما يهم الارتفيشال انتليجنس لأنه ما أدراك من الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي اليوم جميع العالم يعني يتحدث على هذه التكنولوجيا أيضا المملكة العربية السعودية كانت من الصداقين أيضا خاصة هناك مشروع كبير جدا الذي تشتغل عليه وهو مشروع نيوم. إذا ما هو الذكاء الاصطناعي؟ أعيد الذكاء الاصطناعي وليس الصناعي وليس الصناعي. إذا هناك فرق بين artificial intelligence والindustrial intelligence. إذا بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو سلوك وخاصيات معينة تتصل بها البرامج الحاسوبية وتجعلها خاصة. لماذا احنا نقول الذكاء الاصطناعي؟ لأنها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. يعني سوف نعرف كيف يفكر البشر، كيف يعمل البشر، لكن عوض أن يكون آدمي سوف يكون بشكل آدمي. إذا من أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة، يعني خاصة يقدر أن يرد أشياء لم تبرمج مسبقا في الآلة. إذا يعتبر الذكاء الاصطناعي فرع من علوم الحاسوب. هام جدا هنا انتبهوا، الذكاء الاصطناعي هو فرع من علم الحاسوب. هام جدا هنا انتبهوا، الذكاء الاصطناعي هو فرع من علم الحاسوب. عرف الكثير او في الكثير من الكتب عرفوا الذكاء الاصطناعي على انه دراسه وتصميم ان اردنا العملاء الاذكياء. من هو العميل الذكي؟ طبيعة الحال العميل الذكي هو العميل الذي أو النظام الذي يستوعب بيئته ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة فريقه. جون ماكارثي يعني الذي أردنا هو من الأوائل الذي صاغ هذا المصطلح مصطلح الذكاء الاصطناعي. شوفوا هنا من بعد الحرب العالمية الثانية في الخمسينات ميلادي إن أردنا عرفه بأنه علم وهندسة صنع آلات ذكية. شوفوا هنا يعني بدأوا يفرقوا كل ما هو سمارت أو انتليجنس يعني من ما شاء الله من 70 سنة تقريبا 60-70 سنة، لكنها بطبيعة الحال عرفناها يعني اليوم من تقريبا 10 سنوات وراء يعني واصبحنا نتحدث اكثر عن سمارت اليوم اظنه يعني خاصه مستعملنا الهواتف الذكيه كل شيء يعني اصبحنا نتحدث على كل شيء سمارت لحد انه اليوم وصلنا بسمارت جافر الحكومه الذكيه وليس الحكومه الالكترونيه فقط. اذا خلينا نشوف بعض سمات الذكاء بطبيعه الحال ما يعني ان اردنا من هو الشخص الذكي ان اردنا والقدره على القيام ببعض الاشياء
من بينها مثلا تعلم الاستفادة من التجارب السابقة. فأي شخص يتعلم أو يستفيد من تجربة سابقة يعتبر ذكي، والشخص الذي لم يستعد من تجارب سابقة إما كانت سيئة إذا إن أعاد فهذا يعتبر ليس ذكيا بطبيعة الحال، لكن إن كان يعني ابتعد عنها لأنها كانت يعني تحمل له بعض الأمور الخاطئة فهذا يعتبر ذكاء. إذا تعلم الاستفادة من تجارب سابقة ممتاز يا أشواق، يعني قدرة تحمل المواقف المعقدة وليس المواقف السهلة، وهذا أيضا شخص ذكي. حل المشكلات عند إحصان المعلومات الهامة، تميز المعلومات الهامة من غيرها بشكل سريع، التصرف بشكل سريع، فهم واستيعاب صورة مرئية، معالجة الرموز والحروف هذا بشكل سريع نفسه، القدرة على الإبداع والحياد، الالتزام بالقوانين هو يعتبر من الذكاء. فبطبيعة الحال أظنك إن كان هناك مثلا ساهر في إشارة ضوئية أظن من الذكاء أنك ما راح تتخطى هذا الإضاءة، حتى ولو لم يكن هناك ساهر بطبيعة الحال، لأن تخطى إشارة حمراء هو خطر على الجميع، عليك أنت أولا وأيضا على الأشخاص الآخرين، وبطبيعة الحال هذا بطبيعة الحال من يعتبر من امتداد الذكاء. هنا ندخل بطبيعة الحال في الذكاء الاصطناعي. ما هي أنواع إن أردنا؟ هناك أنواع مختلفة التي إدارة المعرفة خاصة، والتي تستخدم تقنيات متنوعة ومتبادية متباينة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. من أهمها النظم الخبيرة، والتي سوف نتحدث عنها. النظم الخبيرة تعتبر أحد الأمثلة للذكاء الاصطناعي، أحد الأمثلة للذكاء الاصطناعي. إذا هناك النظم الخبيرة، هناك أيضا نظم التفكير على أساس الحالات، هناك ايضا نظم التنقيب عن المعرفه، النورال نتورك سيستم، نظم الشبكات العصبيه، شفتوا هنا يعني كل ما يهم العقل الانساني، شفتوا هنا كل ما يهم حتى في العلوم، يعني لهنا اصبحنا نعتبر شوفوا ربي سبحانه، قوه ربي سبحانه في خلقه، يعني هنا اصبحنا يعني نعتبر طريقه تفكير الانسان، كل ما يهم الشبكات العصبيه فنعتمدها عن طريق الانظمه اليوم. نظم المنطق الخامس نسميه الفرعي لوجيك سيستم، نظم الخوارزمية الجينية، نظم الذكاء الهجينة إلى آخره. إذا هناك العديد من الأمثلة أو الأنظمة في مجال الذكاء الاصطناعي. سوف نتحدث فقط عن النظام الوحيد، فلن نرغيكم بجميع هذه الأنظمة، فقط سوف يعني نحلل ونركز على النظام الوحيد وهو النظام الخبير أو النظم الخبيرة. إذا تعتبر النظم الخبيرة من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بأنها المجال الذي يتم فيه تمثيل المعرفة والتحكم بالفعل داخل قواعد المعرفة. شفتوا لنا يعني نتحدث على المعرفة، وإحنا قلنا لو تتذكروا المعرفة هي الفهم المكتسب من خلال الخبرات والدراسة، إنها معرفة كيف؟ من اللي عنده معرفة بطبيعة الحال؟ الشخص الذي يكون عنده يعني مستوى دراسي معين وقدرات في هذا المستوى بطبيعة الحال، وهنا يعني نصبح الأشخاص الذين سوف بطبيعة الحال الأشخاص الذين عندهم معرفة هم يتميزون إذن بالذكاء. هنا سوف لن نتحدث عن أشخاص بل سنتحدث عن أنظمة، أنظمة إن أردنا، لكن أنظمة في مجال منظم المعلومات. إذا يعتبر نظام الخبير من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو يتميز بأنه المجال الذي يتم فيه تمثيل المعرفة والتحكم في البحث داخل قواعد المعرفة. العديد من التعريفات يعني أعطيت لي النظام الخبير، من بينها سهلة جدا النظم الخبير إن أردنا هي برامج وتطبيقات للمعرفة. شفتوا لنا بالنسبة للنموذج تعمل على ماذا؟ تعمل على علاج مشاكل صعبة. طبيعة الحال لن يكون هناك ما راح يعملنا يعالج لنا أشياء سهلة، إذا أشياء صعبة، مشاكل صعبة التي لا تعالج من قبل من؟ يعني لا تعالج إلا من قبل خبراء البشر. مثلا لو كان عندي إنفلونزا صغير إلى آخره، الله لا يخبر، يعني بطبيعة الحال سوف أحاول أني أرتاح قليلا أو آخذ بعض الأدوية البسيطة جدا 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 اللي هي معروفة. لكن هل يعني انني خبير او يعني طبيب في هذا المجال؟ لا. لكن ان استعطى الامر واصبحت الامور اكثر تعقيدا، الى من ساذهب؟ بطبيعه الحال سوف اذهب الى الخبير.
الخبير الإنسان. إذا سوف أذن الشخص اللي عنده معرفة عند الطبيب، وهو الذي سوف يشخص لي المرض ويعطيني بطبيعة الحال الأدوية المناسبة. الله يقدر لدي في صورة المرض. إذا نفسه هم جاءوا قالوا سوف نأخذ مثلا هذا الإنسان اللي عنده معرفة، هذا الخبير في المجال الطبي، في المجال الميكانيكي، في مجال الدراسي، الحاسوبي، الحوزة، اللي تريده يعني في جميع المجالات الرياضية الداخلية، وقالوا سوف نعمل نظام خبير خاص بنا، خاص بالنسبة للشركة الأردو خاصة التي تبحث عن حلول وتبحث عن يعني بدائل قرار. إذا النظام الخبير إن أردت قلنا هو هي برامج للمعرفة تعمل على علاج مشاكل صعبة التي لا تعالج إلا من قبل خبراء البشر مثل التشخيص الطبي واكتشاف الأعراض. أيضا هناك يعني إن أردت يعني تعريف آخر يعني نظام هو نظام قواعد معرفة بناس لأنها تعمل على استخدام المعرفة والحقائق التي تستخدم من قبل خبراء البشر. يعني أنا فقط أعطيكم يعني هي في شكل مسحة لكنها يعني يمكن أن تعطينا فكرة عن النظام الخبير. يعني هناك شركة أنا قرأتها على تويتر هذه المرة، يعني شركة عندها يعني باخرة كبيرة، هذه باخرة أو آلة كبيرة خلينا نقول الآلة يعني حدثت لها يعني عطل، جابوا العديد من الأشخاص كلهم يبحث عن الحلول لم يجدوا لها حلول. قالوا لهم هناك شخص يعني يمكن أن يجي لكم الحل. هذا الشخص بطبيعة الحال لما يعني رأى شوفوا لهنا علشان نعرف الأشخاص اللي عندهم معارف، الأشخاص اللي عندهم يعني كفاءات في هذا المجال، بطبيعة الحال أول ما يعني لاحظوا هذه الآلة شخصوها وكان التشخيص صح، أخذ مطرقة وبضربة مطرقة كبيرة فقط يعني بطبيعة الحال اشتغلت الآلة. الأمور كانت جيدة جدا، فرحت الشركة وكانت تنتظر أنه حتكون بطبيعة الحال رسوم خفيفة. فأتاها الفاتورة، الفاتورة بعدين كانت $10,000. فزعلت الشركة قالت لها يا أخي أنت ماذا فعلت؟ فقط يعني ضربت بمطرقة. يعني فطلبوا منه تفصيل للفاتورة هذه، فأرسل لهم يعني ضربة المطرقة $1 و 9999 دولار اللي هي تعتبر تشخيص للإشكال وطريقة وأين تضرب المنطقة بالضبط. فهذا بطبيعة الحال يعني للمكتب هذا يعني يصبح الخبير، الشخص الخبير في مجاله الذي يمكن أن لا تتوفر ووجد لا تتوفر عند الأشخاص الآخرين. هنا بطبيعة الحال يكون خبير مالي، خبير في البورصة، نحن نرجع دائما لهذه الخبراء. إذا إن كنا دائما نرجع لهذه الخبراء، خبراء الإنسان، بعض الشركات فقط أنه تكاليف عليها كبيرة جدا، فأصبحت تبحث عن نظام خبير أو طلبت من بعض الشركات أن تطور لها أنظمة خبيرة. هذه الأنظمة سوف تساعدهم في حل المشاكل عوضا من الرجوع إلى الخبير الإنساني. إذا هذا فيما يخص تعريف النظام. بطبيعة الحال إن شاء الله غدا سوف نتحدث أكثر عن هذا النظام الخبير، سوف نتحدث عن مكوناته، سوف نتحدث عن بطبيعة الحال أيضا طريقة العمل بتاعه، كيف نبني النظام الخبير، خصائص النظام الخبير. هذا كله إن شاء الله سوف نرجع به غدا بقدرة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. هل في أي سؤال يا شباب؟ أظن وصلنا، باقي بعض الثواني فقط. هل في أي سؤال؟ هل كان واضح؟ ان شاء الله يا دانا، ان شاء الله بداية الاسبوع المقبل سوف نعمل لكم يعني كويزات عديدة وسوف اعطيكم يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني نكون تقدمنا في المقرر ونعطيكم العديد ان شاء الله من الكويزات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.